ما فما الناس يعرفوش أصلاً إنه فما باب غربي وفما في حرفيين. من العادي حرفية من 2016 حنوت في البلاد العربي، نخدم باكرامي، نخدم دريم كاتشر، أكسسوار بوهو، أكسسوار أفيك دي بيغ دينيرجي، حاجات مختلفة شوية، ستيل تونسي داخل مع ستيلات أخرين. أنا مغرومة في حاجة مخدومة باليد، خاطر ماميتي كانت تعمل الأكسسوار وكل. وبعد عملت فورماسيون فوندوري في لي زار دو فو، سكولتور وبرونز بما أنه مش ياسر فوندوري في تونس. فتبعت غرامي اللي هو موروث على جدتي برشا حاجات، وبديت بحاجات هكا، بديت بالاكسسوار وخدمت ديكوراسيون اون جينيرال دي تابلو فازيت هكاكا. بديت نخدم وبشويه بشويه حتى اللي بدينا زدنا دخلنا دريم كاتشر ودخلنا فيه حاجه تونسيه، دخلنا فيه الخدمه نتاع الحلفه، دخلنا برشا حاجات ميلونس ما بين دي ستايل مختلفين نجمو يعطيو حاجه فيها توش تونسيان في نفس الوقت مودرن، وينجمو ياخذوها لي جون وياخذوها معني الناس الكل ينجمو يستعملوها. توا نجيو للخدمه نتاع لي بيير بريسيوز اللي هما يدخلوا في الانرجي نتاع الانسان حسب الهوروسكوب نتاعو حسب الطاقه نتاعو. والميلونج اللي انا عملته انه يبدا فما لي بيير ومعاهم البوهو ستايل اللي هو خدمه الماكرامي، مي في حاجات صغيره تخلي ستايل مختلف. فما دي بيير يعملوا ديجاجمون دينيرجي، فما دي بيير ينجموا يعاونوك باش ترقد بالكدا، فما دي بيير يعاونوك باش تاخذ دي ديسيزيون دون تا في، فما دي بيير يخليوك اون بروتيكسيون على خاطر يمشيو مع البدن نتاعك. اونفا احنا في تكوين بدننا فما لي بيير على هذيك. فما ناس تقول لك انا الحجر شنو باش يعمل لي معناها، اما هي لا، هي انرجي تتعدى في بدن الانسان من لي بيير اللي هو يفي بارتي من بدننا. فانا نخدم في لي بيير في حاجه معينين باللي متوفر باللي نجمو ناخذوها على خاطر ماتير بروميير غاليه شويه مش ديما نجمو نلقاو. فانا بالمتوفر نحاول اني انا نخدم حاجات بيرسوناليزي ما عند حتى حد حسب لي بيير اللي يساعدو. بلس انا نعمل فورماسيون للي شكون يحب يتعلم انه يعمل اكسسوار والا الماكرامي. ديجا ماني فما ناس يجيو يتعلموا في مدة صغيرة، نحاول إني أنا نعلمهم باش الناس اللي مش منجمة تخدم تويكا هما حتى في الدار تعمل أنتي بروجي تخدم حاجة باش نجم تعمل روح. عانينا شوية لهنا بعد الكورونا على خاطر برشا حوايج تسكر، وبلس بلوس الناس ما عادش تهبط للباب الغربي. يعني مادا بينا إنه الباب الغربي أموال لي بوس اللي فيهم التوريست يجيو يوليو يبداو من الباب الغربي هما هابطين كيما كان تقبل. اما فما الناس ما يعرفوش اصلا انه فما باب غربي وفما فيه حرفيين. تسعة نهار كامل ما يتعدي لك حتى حد. احنا موجودين في الباب الغربي المدينه سوق القايد، الاتولي الثانية على يد كليسار هنا. ينجم يلقانا على الباج انستغرام اي دي منال، مرحبا بكم. وان شاء الله معناها تشجعوا الحرفيين خاطر احنا نخدموا في حاجه باليد، حاجة تونسية made in Tunisia دو فالور، نخدموها بمحبة كبيرة. كيف تدعمونا وندعموا بعضنا أموا نرجع نقفوا شوية وسلعة بلادنا تمشي.